افضل طريقة صحية لانزال وزنه. انا ما احب اكثر كلام، كثير من الناس ما هم عجبه وزنه وده ينزل وزنه ويلجؤون الى ما يلجؤون اليه من امور مختلفة. افضل طريقة صحية ما هو بس تنزل وزنك، تنزل وزنك هذه على الطريق، تنزل وزنك ما في واحد اثنين اكيد، ايضا تفيد جسمك من الناحية الصحية. الصيام المتقطع واللي أصله مستلهم من صيام الإسلام كما قالوا في الدراسات في جامعة جنوب كاليفورنيا، هذا مو بس ينزل وزنك، هذا دهونك الثلاثية وكوليسترولك الضار اللي يسبب جلطات وكبد دهنية وإلى آخره وقلبه إلى آخره ينزله بإذن الله. هذا الصيام المتقطع يرفع هرمون النمو في جسمك من 2000 إلى 3000%، هرمون النمو اللي يأخذون يلعبون حديد عشان تكبر عضلاتهم ويفقد رجولته، يعني مشكلة يعني كارثة. هذا يزيده بطريقة صحية، وهذا يكافح السرطانات بإذن الله ويكافح الالتهابات، لأن من أفضل طرق علاج الجسم التصويم الصوم. ترى في عيادات في الغرب مستشفيات تعالج مرضها فقط بالصيام. أدري بتقول كيف طريقته، بسرعة وببساطة. طبعا هو له عدة أنماط، أفضل نمط هو نمط 16-8. يومك هو عبارة عن 24 ساعة، 16 ساعة تصوم فيها عن كل شيء إلا الماء، شاهي بدون سكر، يانسون بدون إضافات، قهوة سودة ما في مشكلة، قهوة سعودية ما في مشكلة، كابتشينو وما أدري إيش، لا هذه على حليب ما تصلح. بالنسبة للثمان ساعات تأكل فيها أي شيء، هل في شيء ممنوع؟ لا. طبعا تأكل في بداية الثمان ساعات وجبة وفي وسطها وجبة وفي نهايتها وجبة. طبعا في الوجبات هذه حاول انك تقطع السكريات وتوخر عن النشويات عشان تصل الى النتيجة بشكل سريع منطقيا يعني. وفي الساعات الأخيرة من صيامك امشي لك نص ساعة الى 40 دقيقة. وبإذن الله شهرين ثلاثة شهور تجد ان ملابسك ايش؟ صارت وسيعة عليك، روح فصل ملابس جديدة. هنا تنزل وزنك وتبني صحة جسمك يا أخي. يا أخي حتى الأوتوفاجي الالتهاب الذاتي الخلايا السرطانية والخلايا الضعيفة يشتغل في جسمك، يرمم جسمك، يبدأ جسمك يصحح كل شيء. نقطة مهمة جدا، إذا عندك أمراض مزمنة سكر، ضغط، غدة درقية إلى آخره، استشر طبيبك المعالج كيف أسوي في الصيام المتقطع، كيف أسوي في الجرعات إلى آخره. إيش رأيك يا دكتور في الكيتو؟ أدري كثير بيسألني، ما أحبه، ليس نظام حياة، أسبوعين ثلاثة لازم توقف. يا رب إن قلنا شيء مفيد، سلام.